قبل ما ناخد او نكمل بقيه التويت اللي جايه لنا، واحد ايضا من النجوم الكبار الحقيقه وعامل شغل رائع جدا وشغل جامد جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي الحقيقه، رئيس قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو. يا بيبو. الو الو يا لودة. يا كابتن خالد. كابتن وائل حمدلله. يا كابتن خالد لسه بقطع فيك لسه دلوقتي، كان بيقطع فيك حالا دلوقتي والله. جديد يعني. ازيك يا نجم وحشنا. كابتن وائل اسلام ازيك عامل ايه؟ حبيبي وحشنا، ربنا يخليك، وبهنيك الحقيقه على الشغل الرائع اللي انت عامله في قطاع الناشئين ومجموعه المديرين الفنيين ومجموعه اللاعبين، وكنا عاملين تقرير من كام يوم كده وقد ايه انت يعني عاملين شغل رائع في طبعا في ظل قياده كبيره وقياده رائعه الحقيقه من لجنه التخطيط والكابتن خطيب. الو. ايوه حبيبي. لا ما انا هقول كل ده تاني. طبعا بشكرك طبعا على حبيبي. الكلام اللي انت بتقوله وانت دايما يعني دايما البرامج الجميله والضيوف المحترمين يعني انت ربنا يخليك يا حبيبي. الجمعه يعني وحشني، هو وحشني جدا يعني. برضه تاني مرة بيجي القاهرة وما قاليش. ده لسه جاي، ده انا جبته من على الطيارة والله. اسلام 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 انت عارف عمل عليا ضغط عالي، عمل عليا ضغط عالي يا بيبو والله في البيت، فما يعني ما بقول لك ما كانش ينفع ان انا اعتذر بصراحة يعني. انت عارف انا عملت ايه يا بيبو؟ كلمته وهو في الطيارة هناك يعني، وهو بيركب الطيارة من هناك جاي على هنا، كلمته قلت له بقول لك ايه؟ انا عرفت ان انت جاي مصر. كابتن اسلام طبعا كابتن وائل يستحق ان انت تكلمه طبعا وتهندل معاه الموضوع بشكل قوي، لان هو فعلا نجم من نجوم النادي الاهلي ونجم من نجوم مصر، ومش هيجي كتير زي وائل جمعه تاني يعني. الموضوع مهم جدا ان احنا نقول للاجيال اللي جايه اتفرج على وائل جمعه وتشوفه يعني، لازم تجيب ماتشات وائل جمعه تتفرج عليه، في حاجات كتيره قوي، في تفاصيل كتيره قوي لازم الناس تشوفها والاجيال الجديده تشوف النجوم نجوم النادي الاهلي. وائل جمعه انا طبعا استقبلته في النادي، ومن اول لما جه اول ما دخل النادي انا حسيت ان هو هيبقى ليه شان كبير جوه النادي، لانه كان جاي وحاطط في دماغه حاجات كتيره واحلام كتيره، والحمد لله ان هو حققها يعني. وانا سعيد طبعا ان انا يعني زميلت وائل في الملعب، واحد من اللعيبه الرجاله اللي دخلت النادي الاهلي يعني. حبيبي يا بيبو واشكرك طبعا، وانا اللي سعيد والله ان انا زميلتك. واسلام لسه سائلني سؤال كده مش عارف قصده ولا مش قصده، فبيقول لي والله بيقول لي اللعيبه والناس اللي مرت في المشوار وكانت تستحق اكتر، فطبعا بيبو واحد من الناس دول ولازم اذكره بكل خير طبعا. خالد يعني واحد من الناس العظيمه فعلا اسلام، كان يستحق انه يكمل معانا في الجيل بتاعنا ويصنع انجازات اكتر واكتر، موهبه يعني. انا بيبو مع كل الاحترام اللي انت قدمته، انما انت كنت تستحق اكتر من كده كمان. لاعب كان سابق عصره بصراحة اسلام طول عمر. بصراحه يعني طول عمر عنده يعني. السرعه وعنده الموهبه وعنده المهاره، وده كله هو المطلوب دلوقتي. شوف دلوقتي اللعيب السريع واللعيب الموهوب ما تلاقيهوش، ما يعني ما تلاقيش النقطتين دول عنده. أيوه. فخالد واحد من صراحه المواهب الكبيره جدا جدا اللي انا ساعدت ان انا كنت موجود معاه، وقعدت معاه سنتين في الاوضه خالد يعني. لا والله سنتين برضو فيهم حكايات كتير جدا. انا نفسي اعرفها بس يا بيبو يا خالد. انا نفسي عايزين بجد بقى نحكي لك. لا لا يا نجم لا، انا نفسي اعرف ازاي الحكايات دي ما تتحكيش على الهوا على فكره. لا يا نجم بس يا بيبو انا عايز اعرف. خلص يا اسلام هحكي لك بعد ما اخلص. ماشي بس انا عايز اسال سؤال بس، هي تيجي ازاي وهو اساسا بينام الساعه 9 يعني؟ هو لا دلوقتي لا بص لا لا تيجي تبص له من دلوقتي. دلوقتي بينام الساعه 9. انا بقيت بسهر دلوقتي. لا دلوقتي بقى بيسهر للساعه 11 الحمد لله يعني. هو يعني من ساعه ما كنا بنروح المعسكر لغايه لما ننام هو في احداث كتيره بتحصل مع واحد برضه. يعني بقى يعني انت ما بتبداش يومك الا بعد ما هو ينام. ايوه عشان سمانه رجله لوحدها واخده الاوضه كلها يعني. سمانه رجله لا يا سيبك بقى من السمانه، مش هو ده الموضوع. انت تقدر ما تقدرش تتحرك في الاوضه في امكانيات الغرفه الا بعد ما اقول ينام. لازم لان هو مش هسمح لك. انا مش هسمح لك يا بيبو.
يعني هو قاعد مسيطر على الاوضه يعني، الريموت في ايده والمصحف في ايده والمفتاح ده كل حاجه، مفتاح الكهرباء في ايدي. اقول له يا طب ما انت بتقرا قران، سيبني اتفرج على اي حاجه. يقول لي لا لا يمكن. هو مسيطر على كل حاجه في ايده هو. بس بص بص يا كابتن، تبتدي تتحرك في الاوضه وتعيش براحتك بعد ما هو ينام. اه يعني انت يومك بيبدا بعد ما وائل جمعه ينام. ده اختصار ده اختصار للسيادين بتوعي مع بيبو في الاوضه. فاهم ازاي؟ وبعدين هي عايز اقول حاجه، هو كان طبعا مع المكنه بتاعت الحلاقه. ده هو ده ينفع؟ ما احنا لسه متكلمين. اه بص عمره ما خلاني احلق له. كنت بتخاف منه؟ مش عارف لغايه دلوقتي يقعد يعمل لي حركات في شعري وبتاع، انا ماليش. اللي يقول لك سيب شويه شعر هنا، اللي يقول لك اللي يرسم لي حاجه في دماغي، اقول له لا انا احلق لنفسي انا. لا كانت ايام جميله طبعا. ايام جميله طبعا. وايام الواحد مش هينساها. عشان كده دايما احنا كنا بنتعلم يعني في حاجات كتيره، يعني انا اتقالت لنا واحنا بنلعب عمرنا ما كنا بنفكر فيها زي ما بتتقال. ايوه. ف يعني زي ان انت امتع حاجه في حياتك ان انت تبقى موجود في الملعب. مظبوط. انت هتعيش حياتك بعد كده، ممكن تعمل كل اللي نفسك فيه الا ان انت تعيش في المتعه اللي انت كنت لعبت فيها كوره. مظبوط يعني. عشان كده انا بقول، انا رساله اللي انا بوصلها للعيبه الموجودين دلوقتي، استمتع بكره القدم. استمتع بان انت تكون موجود في التمرين، استمتع ان انت تكون موجود في المباريات، ما تضيعش وقتك في اي حاجه ثانيه، كل ده موجود قاعد مش هيخلص الا الكوره هي اللي هتخلص. انا بشكرك يا نجم. شكرا يا كابتن. اتفضل. لا 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 قول. لا كنت عايز تقول ايه؟ انا عايز اسمعك. الكلام ده الكابتن قاله لنا كابتن محمود الخطيب. بعد بطوله الدوري. ايوه. اللي احنا خسرنا فيها ضمن الدوري. وجه قعد معانا قال لنا الكلمتين دول. احنا طبعا بيبقى في اوقات انت مش يعني انت وانت بتلعب مش مركز في كل كلام بيتقال صراحه. ايوه يعني. ايوه. فانا الواحد بيبقى زعلان ان في ايام راحت منك، وفي كان ممكن زي ما هو بيقول كان الواحد ياخد وقت اطول من كده ويستمتع بالكوره اكتر من كده. ظروف الاصابه وحاجات كتيره قابلتني في السكه كده عطلتني. انما يعني بنصح الاولاد اللي موجودين دلوقتي استمتع بالكوره، لان الكوره احلى حاجه في الحياه يعني. في حد بشكرك جدا حبيبي. لا انا عايز لك سؤال، في حد من الناشئين عندك شبه كابتن وائل جمعه او قريب من وائل جمعه او بترشحه لوائل جمعه؟ انا وائل جمعه مش هيجي منه اثنين خالص. يعني مفيش بطن رجل كده يا حبيبي؟ مفيش بطن رجل شديد شويه كده عندك؟ لا 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 مفيش سمانات خلاص. انت جبت اخر سمانات خلاص. اخر سمانات وائل جمعه موجود دلوقتي بقايا سمانات. لا احنا عايزينك تطلع لنا كام وائل جمعه كده ان شاء الله، واحسن من وائل جمعه كمان يا خالد. والله عندي كام سيرد باك كويسين جدا يا كابتن وائل، حاجه مميزه جدا، اقوياء جدا وبيركزوا. واحنا بنحاول ان احنا يعني انا على فكره يعني بفترات بتفرجوا مع الماتشات بتاعتكم والانتظارات بتاعتكم في اوقات كثيره جدا عشان يتعلموا ويعرفوا الاجيال دي ازاي بقوا نجوم في النادي الاهلي، وازاي بقى عندهم علاقه بجماهير النادي الاهلي مش هتتنسي طول العمر. الكلام ده ودي ثقه النادي الاهلي فيك يا خالد، وان شاء الله يعني تبقى انت قدها وتطلع اكتر من عنصر في خلال الفتره اللي جايه. وشايفين احنا دلوقتي حاليا احمد حسن في 3 4 لعيبه موجودين في الفريق الاول، يعني ناس واعده كلها. ده اكيد ان شاء الله شغلكم، وباذن الله الفتره اللي جايه شغل يبان اكتر ويبقى فيه اكتر من عنصر واعد. تعرف النادي الاهلي دايما بيخرج لعيبه كويسه، والسياسه الجديده دي انا اشوف ان هي تخدمكم انتوا اكتر كمان في قطاع الناشئين، اللي هو ان الاولاد الصغيرين يخرجوا يروحوا اعارات ياخدوا فرص اللعب، لان في النادي الاهلي صعب ان انت تحصل على فرصه في الفريق الاول. صح. فخروج اللعيبه دي بدري بيديهم فرصه ان هم يصقلوا بشكل جيد ويرجعوا النادي الاهلي تاني، ويرجعوا النادي الاهلي يفيدوا النادي الاهلي. وفي نفس الوقت الرساله كويسه ان النادي الاهلي عنده مخزن من اللاعبين الممتازين. يعني والله يا كابتن وائل يعني كويس اكمل معاك الكلام. يعني انت لسه النهارده الولاد 3 لعيبه من 99 خدوا التاشيره خلاص للتمرين الاسبوع الجاي على هيل. تجربه جديده في اوروبا ان شاء الله تبقى بدايه، والجاي اكتر. يعني ان احنا بنفكر الولاد بحاجات كويسه زي ما انت قلت. احنا محتاجين الولاد ان هم يطلعوا وياخدوا مباريات وياخدوا خبرات مختلفه،
وكل ده مكسب للنادي الاهلي. احنا بنوصل رساله للولاد، احنا بنساعدكم واحنا عايزين ان انتوا تبقوا تاخدوا مباريات وتاخدوا احتكاك بشكل مختلف، فاحنا شغالين في الموضوع ده في الفتره الجايه، وان شاء الله تسمع حاجات كتير وتشوف نجوم من النادي الاهلي كتير من ناشئين النادي الاهلي بتوفيق. اخر حاجه بس يا كابتن خالد قبل ما تسيبنا، هو كان بيبقى كان قاعد معاك في الاوضه قبل مباراه الاهلي والزمالك 6-1 في 2000 و... لا كنا مع بعض، دي اول سنه ليا انا في النادي الاهلي. كنتوا في الاوضه يعني؟ اه كنا في الاوضه و كنت في اوضه واحده. كنا في اوضه واحده في المباراه دي تحديدا كمان. 2002 2002 الموسم 2001 2002 ده كان اول موسم ليا. كان وشك حلو عليه يعني. اه طبعا. لا خالد في السنه دي عمل ارقام عمل ارقام غير طبيعيه اعجازيه، والسبب ان انا كنت بوفر له الظروف اللي شفت بقى جبل بقول لك ايه شفت وداها فين؟ كنت بنيمه بدري كان بياخد الرموز اقول له عندنا مباراه مهمه بكره ركز يركز ركز. لا يعني بصراحه لا يعني بص يعني بمنتهى الامانه يعني عسكري بيقول لك اختار لازم الناس اللي تبقى موجود معاك في الغرفه لازم تبقى ناس يعني قريبين من بعض. ايوه مش عشان يبقى في تفاهم وفي كلام وفي حوار النهارده هنعمل النهارده بتاع يعني الموضوع بيبقى مهم جدا يعني. هو كان بصراحه هو كان مهيئ لي كل الظروف المناسبه ان انا شوف كل اللعيبه شوف كل يا بيبو شوف كل اللعيبه اللي كانت بتقعد معايا في الاوضه مستواها عامل ازاي على مدار مشوارهم مع النادي الاهلي، فده هيرد على اي انتقاد سلبي ناحيتي. لا يا نجم نورت وشرفت ودايما سعداء بوجودك معانا، وكل التوفيق ليك طبعا في اللي انت تعمله الحقيقه مع مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في اللي بيحصل. شكرا يا كابتن اسلام. وانا سعيد شكرا يا بيبو ان انا سمعت صوتك والله، وانا بشكر الناس الصراحه الاعداد عندكم وعلى الضيوف الغير متوقعين بصراحه، الناس كلهم انا بحبهم طبعا وليهم علاقات معايا يعني كلهم اخواتي وعشنا فتره من افضل فترات عمرنا، فانا سعيد ان انا سمعت صوت خالد كمان والله واحد من الناس اللي انا بعزهم جدا يعني. بشكرك يا كابتن وائل. وانا سعيد يا كابتن وائل ان انا سمعت صوتك ومنور بيتك ومكانك وانا اكيد دلوقتي عارف ان جمهور النادي الاهلي كله سعيد ان هو شايفك على شاشه قناه النادي الاهلي، وهتفضل شاشه قناه النادي الاهلي هي بيتنا وهي مكاننا مهما طبعا. بنتحرك مهما بنروح هو ده هتفضل الشاشه بتاعتنا نمره واحد، وبتمنى لك التوفيق وانت عامل شغل جامد جدا، وبستمتع بيك طبعا في التحليل، وزي ما كنت لعيب محترم وقوي هتبقى محلل قوي ومحترم ومستمتعين بيك يعني. حبيبي يا خالد ربنا يخليك دايما حبيبي. شكرا يا نجم على وجودك معانا نجم كبير كابتن خالد بيبو. شكرا يا كابتن اسلام. شكرا يا نجم حبيبي ان شاء الله قريب جدا اكون معاك. يا نهار ده شرف ليا يا نجم ده شرف ليا ومستمتع بيك ومستمتع بالقناه ربنا يخليك وبالتوفيق يا كابتن اسلام على كل مكان انت موجود فيه. شكرا يا حبيبي ربنا يخليك النجم الكبير كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي.